مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شو اخباركم؟ ان شاء الله مبسوطين مستمتعين. اليوم نبغى ناخذ اسئلة. قبلها ابغى اوريكم محاور. صوتي واضح؟ كل يسمع؟ أبغى بس أقرأ عليكم محاور كورس آذا الوعي الطفولي، اللي هو الكورس الموجود الآن. عندنا الكورس الوعي الطفولي، أول شيء بتجيكم قصة آبا اللي سمعناها أمس، بعدين عندنا اختبار. هذا الاختبار قد يكون طويل إذا بدأت في الكورس، لا تستثقل هذا الاختبار لأنه جدا مهم، جدا مهم. يعني في بعض الأسئلة قد تكون حساسة، قد يكون السؤال ثقيل عليك، بس ترى أنت لوحدك، أرجوك أنك تجاوب بصدق. يعني في أسئلة تمس مناطق جدا حساسة في حياة الإنسان، لكن كل هذه الأسئلة راح تربطك، تسوي لك، ترتب طريقة تفكيرك وترتب الأحداث اللي قاعدة تستمر تصير لك في حياتك. بعض الأشخاص اللي سويت معهم الأسئلة كانوا في بعض الأحيان ما يعرفون يجاوبون، وهذه تصير أحياناً، إنه بعض الأشخاص لما يكون في أسئلة شخصية ما يقدرون يجاوبون لأنهم ما يعرفون أنفسهم، لأنهم ما عندهم خلنا نقول حساس دقيق لأنفسهم. ما هو اكتشاف فقط معرفة، يمكن مثلاً في شخص ما يعرف متى يجوع، يعني لما يشوف الأكل يقول أوه جوعان جوعان. هل أنا فعلا جوعان؟ هل أنا فعلا 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 جوعان؟ أو أشخاص يقعدون ساعات طويلة ما يأكلون، يقول لا ما حسيت بجوع، ما في جوع. هل هو فعلا مو حاس بالجوع، ولا هو مو قادر يعرف انه هو شبعان، ومو قادر يعرف انه هو جوعان؟ هذا شيء خطير، هذا شيء خطير، انه انت ما تعرف انك انت شبعان وما تعرف انك انت جوعان. وهذا مؤشر بسيط جدا، ليش إن نقدر نعي بسرعة؟ يعني أقدر أقول لكم الفكرة وتفهمونها وتستوعبون، تقول أنا عندي هذه المشكلة. لكن وش أبعاد هذه الفكرة؟ إنه أنت ما تعرف احتياجاتك. تخيل إنه لما بطنك يصوصو ويقولك جوعان، ما في كونكت، ما في اتصال، جوعان إغنور، ما أدري إيش قاعد يقول. أو بطنك مليان فل يقولك ستوب ستوب ستوب، ما في اتصال، ما اعرف، ما افهم، ما عندي القدرة على استيعاب هذا الشيء. هذا شيء بسيط مرة من الاشياء اللي احنا نمر فيها طوال الوقت، واصعب الاشياء اللي ممكن المرأة تصل لها موضوع الجنس، هذا تكلمنا عنه بشكل مستقل في الغواية والخيانة. لكن هذه الاختبار ليش نبغاكم تاخذون وقتكم؟ لانه احنا ما نعرف انفسنا، وكثير من الاحيان ما عندنا هذا الاتصال اللي نقدر نعرف احنا جوعانين ولا شبعانين. وكل هذا يرجع الى مرحله من المراحل لما كانت امك تعتبر نفسها ام جيده ومسويت لك جدول اكل، جدول انت رضيع مثلا، ولا يعني خلنا نقول في الطفوله المبكره، وفي جدول للأكل، جدول للأكل. طبعا تورطنا الآن في موضوع جدول الأكل، أي تورطنا في موضوع جدول الأكل.
ما في والله انه جوعان نعطيه اكل، شبعان خلاص ما يحتاج اكل. لما يجوع راح يبكي او راح يعطيني اشاره، ولما يصير شبعان راح يتف الاكل. ومن هنا نشأت. فمن المهم انه لما تسوون الاختبار تسوونه وانتم تحاولون او تجتهدون، واقترح انه يتسوى مثلا مره الصباح، تعيدينه مره ثانيه المساء، وتعيده مره ثانيه المساء. مره تكون مشاعرك متلخبطه ارجع له مره ثانيه وانت مشاعرك اوكي. يعني حاول اكثر من لما تكون في نسخه مختلفه، ولما تكون في مكان مختلف، ولما تكون في وقت مختلف، كله محاوله ان احنا نوصل للصدمه. والاختبار في النهايه الهدف من الاختبار انك تعرف وقت الصدمه. مثل آفا نقدر نصنف انه صدمتها كانت في السنه الاولى، اللي هي انضربت موضوع انضرب موضوع الثقه عندها في نقطه حساسه في حياتها. بعدين عندنا ما هو الوعي الطفولي، بعدين مراحل الوعي الطفولي، هذه عندنا تمتد من مرحله الحمل. كثير من الاشخاص يعتبرون مرحله الحمل هي البدايه، وانا اقول انه مرحله النوايا هي البدايه، اللي هي ما قبل الحمل. خلينا نقول طاقتك لما احد قرر انك انت تجي على وجه الارض، هذه مراحل الوعي الطفولي. بعدين السؤال هل حولك طفل ام بالغ، ويمكن هذه برضو مع اللايف نتكلم فيها اكثر، لانه كثير من الاشخاص علاقاتهم المضطربه تقوم على عدم فهم هذه النقطه، انه احنا نتعامل مع اطفال بس احنا مقدرين الموقف اكثر من اللازم، او قاعدين نعتقد ان احنا نتعامل مع بالغ بينما هو طفل واحنا ما ندري. بعدين عندنا محور هل طفلك مجروح، ومحور ما هي رساله طفلك، ومحور انعكاسات الطفوله، وبعدين ما الذي ستحصل عليه تشافي طفلك المجروح. وبعدين عندنا الان طريقه لحل كل مشكله من مشاكل حياتك، لان يعني كل مشكله بنرجعها لجذرها وبنحلها من هناك. فعندنا طريقه انه احل كل مشكله من مشاكل حياتي من خلال الوعي الطفولي، وعندنا هذه لوحدها انه انت تحل كل مشكله هذه لوحدها، وعندنا محور ثاني اللي هي مراحل تشافي الوعي الطفولي وخطوات تشافي الوعي الطفولي. هذا اذا انت تبغى تحسن كل حياتك، انه انا ابغى احسن هذا الطفل اللي قاعد يحوس ويلعب ويطب ويمسك القياده، ابغى احسن كل حياتي، او لا انا عندي مشكله أنا ابغى احل هذه المشكله برضو في طريقه كذا وفي طريقه كذا. وبعدين الخاتمه، هذه هي محاور الوعي الطفولي. الدورة الآن موجودة على الموقع سمية 369، أي شخص يقدر يسجل من أي مكان في العالم. التسجيل جدا سهل وسلس، خلال دقيقتين الدورة تصلك إذا كنت تستخدم الكرت، لكن إذا كانت حوالة ففيها خطوات أطول، لكن فريق العمل والفريق في خدمة العملاء جدا ممتازين وسريعين ومتجاوبين. خلونا نبدأ نستفيد من الوقت، ناخذ أسئلة. تقول لكم تكفون ما نبي مشاكل المتزوجات، انت بالذات لازم تعرفين اكثر عن الزواج، انت بالذات انت على هذا التعليق لازم تنتبهين، لان كذا منغثة وواصلة معاك ووصلتي حل انه خلص كفلوا هذا الموضوع ما لحل. يلا، فوبيا الخوف كلها موجودة في الكورس، لأنه هذا الكورس بالدرجة الأولى راح يعالج موضوع الخوف اللي نشأ من الرضاعة ومن الحمل، وبعدين راح يعالج الغضب اللي نشأ في مرحلة الطفولة المبكرة، وبعدين يعالج التأنيب والغيرة وموضوع الأهداف وربكة الأهداف اللي نشأت في الطفولة المتأخرة، وبعدين عندنا تشويش الهوية، تشويش الهوية اللي نشأ في مرحلة المراهقة والمشكلات مع السلطة. مين جاهز؟ هند؟ ألو، مرحبتين هند. اسمعيني دكتورة؟ أسمعك حبيبة قلبي. اسمعيني دكتورة؟ يا أسمعك. كيف حالك دكتورة؟ حبيبة قلبي، كيف الحال؟ تشرفتيني دكتورة. أنا عندي مشكلة بسيطة. يلا
انا عارفه كل السبب، انا عرفتي يا انا سلام السبب. عليك، يا سلام عليك، احب دغري مباشره زيك. اتعرفت على شخص من سنتين، وهذا الشخص جدا ممتاز حسب الورقه. ما كنت اعرف انه هذه ورقه لازم منها، ما كنت اعرف شيء، بس اني سويتها. كل شيء كان مثالي، جاب اهله. بس لما وصل الموضوع عند اهله، صار انه ابوه ما يبغانا، يبغى له وحده كويسه اكثر مني. فانا السبب ليش؟ لاني انا ما كنت مستعده، هو كان مستعد اكثر مني، وحصل هذا الشيء ووقفت الموضوع. الحين بعد سنه تقريبا، انا فهمت يعني انه انا السبب، فهمت الرساله. ابغى اضبط نفسي، عرفتي دكتوره؟ ابغى ارفع طاقتي، ابغى اكون مستعده اكثر للزواج. انا عندي مخاوف، عندي اشياء من الطفوله خطا، اكون ابغى هذا الانسان. ما يهم يعني ايش ممكن، عرفتي دكتوره؟ ما حد حيفهمني. انا ابغى هالانسان، يعني انا مقتنعه فيه، بس ماني عارفه كيف اوصل للخطوه الجايه. حتى الوظيفه، ما عندي وظيفه. طاقتي احس هالفتره بس ابكي، بس منخفضه، ابغى حل. قدمت على وظائف؟ قدمت بس ما ربي يوفقني فيها لحد الان. ولا وظيفة جتك ولا فرصة؟ جاتني فرص بس انا ما قبلتها. ليش؟ بعيد، راتب قليل. راتب قليل. ايه طيب خليني هند، ابغى ارجع لموضوع يوم يرفض الاب، قال يبغى واحده كويسه اكثر منك، انه في واحده كويسه اكثر منك. فهميني هذه النقطه، ايش تقصدين بانها كويسه اكثر منك؟ هو ما شاء الله ملتزم ودكتور، وأنا يعني بعيلة يعني متوسطة الالتزام، مش حافظ القرآن مثلا، عرفت دكتورة؟ يعني هم مطاوعة زي ما يقولون بين قوسين. بس يعني أنا عندي يعني هذا، أحس إن هذا هي الشيء اللي هو يقول، هذا الشيء اللي إنه أبوي يبغى أحسن، بس أنا أحس إنه هذا الشيء مني أنا، مو من أبوه. يعني ابوه يبغى واحده على قولتك مطوعه اكثر، وانت ما انت في هذا المستوى كذا. بالضبط. أو إنها تكون مع يعني من نفس يعني قبيلته، أو من نفس مدينته حسب ما يقول. بس الإنسان يعني أنا لما قلت ما أقدر أكون في هذا الوضع، جاء وجاب أمه، يعني الإنسان مرة كويس، وأحاول أكثر من مرة مع أبوه، يعني هو ما قصر صراحة. طيب انت احس انك شوي خالطه موضوع انه يبغى واحده مثلا هو مطوع ما يبغى انك، ولا يبغى واحده من أبوه، القبيله. يعني في فرق كبير بين الموضوعين. هذا موضوع يبغى قبل واحدة من القبيلة ويكونها في مستوى يعني تدين. مستواهم التدني. أيوه بالضبط، أبوه هذا شرطه يعني. سو هو ما كان يعرف انه موضوع القبيله مهم للعائله. لا، ما كان معطي موضوع هذا يعني أهمية، كان يبغاني بس، فهو انصدم مثلي. اوكي. وحاول أكثر من مرة وقال أجيك بدون أهلي، بدون أبويا. اوكي، بس فكرة جيدة. هلا فكرة جيدة، وش قلتي؟ أمي رفضت، تقول إيش، كيف أقدم لأبوك، كيف أقدم لأهلي؟ اوكي، أنتم ما زلتوا على علاقة. بالضبط. أنت خايفة من إيش يا هند؟ ما تضبط. قصدك الزواج، ولا إذا تزوج شيء ما بالضبط. يطلع؟ لا لا، خايفة إنه ما تضبط الزواج. خايفة يطير. أوكي، فهمتك. في شيء تبغين تضيفينه هند؟ إيه، سمي. أبغى نقلة، أبغى خطوات عملية لنقلة في حياتي. أنا أحس إني قعدت سنتين بعد التخرج على نفس الوتيرة، أبغى أحس إني أبغى خطوة قدام في حياتي، يعني كان مع هذا الشخص، وكمان في حياتي الشخصية. طيب لو اعطيتك خطوه، هل انت بتخطينها؟ بخطيها. طيب جتك وظيفه ما رحتي؟ بالضبط، ما كانت نفس الوظيفة اللي أنا أبغاها. ما في وظيفه نفس اللي تبغينها.
أعرف. تضيفينا يا هند؟ لا شكرا دكتورة. حبيبتي شرفتيني. دكتورة معلش آخر شيء. تمام. أسفة. عندي مشاكل من الطفولة حول تحرش، فحس إنها كمان مؤثر علي، وكان عندي علاقة أصلاً سابقة وما تمت، وكان في اختلافات وأنا كنت طفلة، يعني تحس إني طفلة، فحس إنه كل المشاكل مع الآن بسبب انعكاسات هذه العلاقة، وأنا جالسة أنظف، عرفتي؟ أوكي. حضرتي السول ديتوكس؟ لا ما حضرت ولا أي دورة أصلاً، ما كنت أعرف عنك كثير، بس من البثوث عرفتك وتعرفت عليك. أوكي شرفتيني يا هند حبيبتي، الله يحفظك. شكراً دكتورة. أهلا وسهلا. شيء جميل انه كانت بدأت الورقة، يعني فكرة جيدة بشكل تلقائي وطبيعي انها كانت كاتبة الورقة ومستعدة قبل ما تطب هذه الطبة. فالحمد لله انه هند مع كل اللي قاعد يصير انها هي عارفة انه هذا الشخص جيد، عارفة انه فعلا انها هي فعلا فعلا تبغى هذا الشخص. الآن أول نقطة أنا لفتت انتباهي موضوع انه الاب رفضك لانه هو يبغى واحده مطوعه اكثر ويبغى واحده من القبيله او من العائله. الفكرتين في سلم الوعي مختلفتين. الفكرتين في سلم الوعي مختلفتين. لو في احد منكم يتذكر نموذج غريفز اللولبي لتطور المجتمعات، سبق اني شرحته يمكن قبل ما اعرف قبل 3 سنوات، يمكن يصير لنا فرصة بعد أشرحها مرة ثانية وأحطها في اليوتيوب عشان الكل يستفيد. فكرة هذا النموذج إنه يشرح كيف المجتمعات تفكر. فالمجتمع القبلي يعيش في مرحلة، والمجتمع المتدين يعيش في مرحلة أخرى. فغالباً لما في شخص يميل إلى فكرة القبلية ما راح يحط سبب إنه مطوع ما مطوع، ما القبيلة هي 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 السلطة. فلما يجي يعني بنت راعي القبيلة هي تسوى مليون واحدة مطوعة. شوف كيف العقلية. لما نجي على مرحلة اللي باللون الأزرق عند نموذج غريفز اللولبي، واحدة مطوعة هي تسوى أحسن بنات راعي القبيلة. فالقيم عند هالمستويين تختلف. فأنا أشك إنه الأب يعني التعبير ما كان دقيق، لكن يمكن هو لأنه يعرف إنه ابنه مطوع حسب ما قلت لي حافظ القرآن، فهي طريقة ذكية من الأب إنه هو يقولك أنا أبغى بنت القبيلة ونبغى واحدة مطوعة أكثر عشان هو يعرف ولده كيف يفكر. هذا اللي أعتقده. لكن شيء مؤلم انه هند يعني يمكن لامت نفسها او حست بألم انه هي مو مطوعه قد البنت اللي في حلمهم او قد البنت اللي في خيالهم. ما اعرف شلون يعرفون ان هي مطوعه ولا لا، لانه في الغالب يعني ممكن واحد يصلي قدامك بعدين من وراك ما يصلي، يعني ما تقدر تكتشف فعلا حقيقه الشخص الا لما يختبر فعلا، يكون في موقف يختبر فعلا بإيمانه أو بصدقه أو بتدينه أو بعلاقته مع الله أو بأي معتقد هو مؤمن فيه. ما نقدر نعرف الشيء حقيقي وحنا قاعدين نسولف ونتقهوى. فهذا شيء اللي أنا أعتقده. ولا أبغاك يا هند أنه أنت تأخذين الموضوع أنه تفكرين أنه أنت مثلين دور أو تسوي نفسك متدينة أكثر عشان ترضي الناس، أو ما هي فكرة جيدة أنك، لأنه أنت تربكين نفسك بهذه الطريقة، انه انت تسوي شيء مش حقيقي فتربكين افكارك ومشاعرك. الان انت تقولين انه انا يمكن طاقتي منخفضه وانا لازم اضبط نفسي وارتفع لهذا المستوى و مو شرط، يمكن انت طاقتك اعلى. هذه نقطه مهمه. يمكن الاب يمكن الابن هو في طاقه جيده، لكن الاب يسحب. تتعرف انه الجروب دائما هو ياثر، اي جروب انت معاه ياثر على مستوى طاقتك شئت ام ابيت. اي مجموعه انت معاها تؤثر على طاقتك
شئت أما بيت، حامل المسك ونافخ الكيل، وفي كل في كل الإعلان والمعتقدات والمذاهب الفكرية في هذه الفكرة أنه اللي حولك هم يأثرون على طاقتك، أهلك، أصدقائك. أنا بالنسبة لي كسوية اللي يشتغلون عندي فريق العمل يأثرون على طاقتي شئت أما بيت. مستوى المبيعات عندنا يتأثر بمزاج واحدة من البنات عندنا، أعرف هذا الشيء، متأكدة من هذا الشيء. فكل هذه الأشياء مؤثرة، فما أبغى بعد أنت تحسين بهذا الشعور، مع أننا نعرف إحنا متفقين أنه عندك حالة تحرش وأنه عندك خوف من الطفولة ومخاوف، مجموعة مخاوف، بس ما أبغى تحسين أنه واو هو النجمة اللماعة اللي فوق وأنا ما أقدر أوصلها. ما أبغى تحسين بهذا الشعور، ما أبغى تحسين واو هم يعني مطاوعة وأنا لازم يعني أقوم الليل ويمكن أنا لازم أسوي شيء خطير عشان أوصل. ما أبغى تحسين بهذا الشعور. النقطة الحقيقية اللي أنت إذا أنت فعلا 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 تبغين هذا الرجال، أنك تقولين لأمك لازم توافقين علي، أنك تقولين لأمك أنا أبغى هذا الرجال ولازم توافقين، وإذا ما وافقتي كذا كذا كذا. هذا زواج محترم على سنة الله ورسوله، ليش في أحد يوقف ضد هذا الزواج؟ ليش أمك توقف ضد هذا الزواج؟ يجي بدون أهله، وش المشكلة؟ النقطة الثانية اللي لازم نتكلم عنها مشاكلك اللي عندك أنت واللخبطة اللي عندك هذه. اللخبطة هذه أنت لازم تحلينها. بس ليش أنت تفكرين تحلين هذه اللخبطة اللي عندك عشان أنت تخبغين تحصلين على هذا الرجل؟ أبغى أسألك، ليش أنت تبغين تحلين المشكلات اللي بداخلك عشان تحصلين على هذا الرجل؟ أسأل سؤال مرة ثالثة، ليش أنت تبغين تحلين مشكلاتك وتحسنين حياتك وتضبطين طاقتك بس عشان تحصلين على هذا الرجل؟ هذا شيء جدا مؤلم، هذا الشيء جدا مؤلم لهند أو لأي وحدة تفكر بهذه الطريقة، أنه أنا بس قررت الآن أني أعرف أنه أنا عندي مخاوف، عندي تحرش من الطفولة، عندي علاقة سابقة ما زالت انعكاسها مستمرة، كله إغنور، كل مشاكلي وأزماتي وطفولتي ولخبطتي وما عندي وظيفة ولا عندي دخل وطاقتي ضمن طاقة أهلي، كلها إغنور. لكن الآن لما صار فيه النجم اللماعة، أوه الآن أنا لازم ألحق. أنت تعيدين قصة آبا، أتمنى أنك تكون سمعتيها أمس، أنت قاعدة تعيدين قصة آبا، والطريق الوحيد أنه أمك تتدخل وهي لها قوة النية وتضبط الزواج هذا. هذه الطريقة، هذه الطريقة العملية. لكن في طريقة أنك أنت تعدلين طاقتك، بس أنا ما أبغى أنك تعدلين طاقتك عشان هذا الرجل، أنا أبغى تعدلين طاقتك لأنه أنت تستحقين هذا الشيء، لأنه أنت تستحقين أنك تعيشين حياة جيدة، لأنك أنت تستحقين أنك تكونين بروح طيبة تحسين فيها وتتواصلين مع نفسك. تستحقين الثراء، تستحقين النجاح، تستحقين الصحة، تستحقين علاقات جيدة، تستحقين حياة طيبة. مو بس أنت تستحقين هذا الرجل اللي ما قدر يجي، لا، الحياة أوسع والحياة أجمل يا هند. فأنا اللي أقترح عليك، عندك مشوار طويل، عندك خيارين، مشوار مختصر ومشوار أطول شوية. مشوار مختصر تحطين أمك قدامك تقول لها شوفي أنا بتزوج هذا الرجال، بتزوج هذا الرجال، وإذا ما زوجوني ما راح أتزوج واحد ثاني. لازم تلقين حل، لازم تقنعين أبوي، لازم تقنعين جدي اللي هو، لازم توجدون حل. أنا بتزوج وأنا أحب هذا الرجال، هو جاء وخطبني، هذا حل. وطبعا راح تتورطين بعدين، احب اقول لك يعني اذا سويتي هذا الحل راح تتورطين بعدين، لانك راح تعلقين فيه، لان هو النجم اللماعه وانت ما عندك هويه، راح تعلقين فيه حرفيا وتكونين زي آبا، تعيدين القصه مره ثانيه، تعيدين القصه. الان عندك الخيار انك تضبطين وضعك. اول شيء انك تتحررين من طاقه الجروب اللي حولك، توظفين وظيفة بعيدة، راتب قليل، ما جت الوظيفة زي ما أبغى. أنا أعرف كيف تفكرين،
تعرف كيف أحياناً الخيالات والبلورات الوردية اللي نتخيلها ونقفز فوقها تعيشنا في حلم أنه يجب على الحكومة أنها توفر لي وظيفة أحسن، يجب على كائن من كان أنهم يتقبلون ويعطوني راتب أحسن. أعرف هذا الشعور. وأعجبني كثير يا هند لما بدأتي أنت أول مكالمة قلتي أنا السبب. فممتاز أنه أنت الآن تقولين أنا السبب، تقولين يلا بروح أتوظف. الآن قولي هند أنا بتوظف تحت أي ظروف، بس كذا قولي راح أتوظف تحت أي ظروف ونقطة، وشوفي كيف تنفتح لك الدنيا، شوفي كيف تتغير معاني الحياة، شوفي كيف نيتك تشتغل. أما قاعدة أنت بطاقة منخفضة تتشرطين تتشرطين تتشرطين، ما يصير ما يصير. حط رجلك على الأرض، ابدأي خطوة خطوة، بكل بساطة ممكن تحققين أحسن مما تتخيلين الآن. بس أنا أعرف أنه الآن بس قلبك على هذا الرجل، أنا ما أبغى أوصلك لهذا الرجل بس، أنا أبغى أوصلك لكل الحياة. أنا ما أبغاك بس تحصلين على هذا الرجل وتخسرين نفسك وحياتك ووظيفة ودراسة ونجاح وثراء وصحة، أنا أبغاك تحصلين على كل شيء. أبغاك تكونين ثرية ناجحة، عندك صحة، عندك علاقات جيدة، تقدرين تقدرين. برضو من ضمن التعليقات هند قلتي ما أحد حيفهمني زي ما هو راح يفهمني. أعتقد أن هذه شوية الجملة يعني شوية مبالغ فيها، بس أنك يعني عشتي مشاعر معينة فتقدرين تتكلمي من منطق هذه المشاعر. لما سألتك إيش الخوف، حددي لنا إيش الخوف بالنسبة لهذه العلاقة. هل أنه أنت تزوجين ويكون الزواج غير جيد؟ غريب أنه ما عندك هذا الخوف، أنت يعني متأكدة أنه الخوف يعني أنه هذا الرجل جيد، بس أنك خايفة يطير، خايفة يطير. فعندك مشكلة أنه أنت ما عندك ثقة بوجود الأشخاص اللي حولك. يوم من الأيام لما كنت طفلة في مرحلة من مراحل الطفولة ما أعطيتي هذه الثقة، ما أعطيتي هذه الثقة، مثل ما صار مع آبا أنه القطة فجأة اختفت، فجأة بدون تبريرات بدون مقدمات بدون، فجأة اختفت القطة. بس نفس الشيء يمكن كانت أمك موظفة فجأة تختفي فجأة تظهر، فما في ثقة أنه واو يدي على قلبي في أي لحظة شخص مهم أثق فيه بيختفي. فهذا السوفت وير اللي جواتك قاعد يشتغل طوال الوقت، قاعد يشتغل طوال الوقت. نيتك ضعيفة جدا حاليا انك انت تتممين هذا الزواج، الا اذا انت قلتي انا بسويها تحت اي ظروف وضغطتي على امك وخليتي امك هي تاخذ الموضوع بجد. ما اعرف ممكن تسوين دراما ما ادري، بس يمكن تحصلين على هذا الرجل لان يعني هو عنده نية ونيته قوية، بعدين تتدخل امك في الموضوع وتسوون الزواج ويمشي الموضوع. لكن لا تنسين نفسك، لا تنسين خياراتك الجميلة في الحياة. الدورة هذه راح تساعدك كثير يا هند، كثير راح تساعدك، راح توريك كل الأشياء اللي مريت فيها، سواء العلاقة السابقة وانت طفلة ولو انت مراهقة، سواء موضوع التحرش، سواء المخاوف اللي في الطفولة شلون جت، من وين جت، ايش سببها وايش جذورها، ليش انت الى الآن ما عندك القدرة على الإنجاز. هذا موضوع مهم في الطفولة المتأخرة مرينا فيه. ليش أنت ما عندك الحماس أنه أوكي أسوي، حتى لو حصلت اليوم مثلاً يمكن راتب 2000 It's okay. الشهر اللي بعده يمكن حصل 2500، الشهر اللي بعده راح أقول للشركة والله أعطوني راتب أحسن، يعني أنا قاعدة أبذل جهدي. ممكن يقولون لا، ممكن يأجلونك سنة زيادة بعدين يعطونك، يحسون أنت فعلاً مجتهدة. يمكن أنت بعدها تقدرين تروحين شركة ثانية تقول أنا عندي خبرة. فهكذا انت تبنين هذا الشعور وهذه الافكار وهذه الطاقه. طيب خلونا ناخذ سؤال ثاني. لما تجي واحده تقول مستعده بقوه كذا ارتبك، يلا مين مستعده بقوه؟ حبيبه قلبي مين هذه؟ فاطمة. فاطمة تقول مستعدوا بقوة، استعدوا بقوة.
ألو فاطمة هلا دكتورة، حبيبة قلبي شرفتيني. مساء الخير. مساء النور. سامي دكتورة، حبيت أسألك عن الإحساس. أنا إنسانة أحاسيس، يعني إحساس أصدق فيه مرة، أؤمن فيه بشكل إحساسي أنا لدرجة أنه يعني أمشي عليه بشكل مو طبيعي، أكون متأكدة أنه راح يحصل. فما أدري هذا الشيء خطأ أو صح. يعني مثلا الناس تقول لي أكثري من فلوسك، أنه جمعي، أنه سوي حال، وأنا تقريبا أكون يعني أنا عندي إحساس أنه لا، أنه راح يجيني فلوس وأني راح أكون غنية يوم، فما أهتم بالموضوع. فهل أحاسيسي هذه أني أصدقها لهالدرجة خطأ أو هذا السؤال؟ شكرا يا فاطمة. عفوا دكتورة حبيبتي، الله يحفظك. حلو سؤال، حلو خفيف ولطيف. طيب فاطمة تقول انه لها يعني احساس وتمشي عليه، يعني مثلا تحس انه هي بتصير غنية خلاص تصرف الفلوس اللي عندها، تحس انه مثلا قدمت على هذه الوظيفة لا مثلا هذه الوظيفة ما هي جيدة خلاص مثلا تنسحب منها، او تحس انه كأنه هذا الشخص جيد اوكي انسجم مع هذا الشخص، او لا يجيني احساس انه هذا الشخص مش جيد خلاص لا احذر من هذا الشخص وابتعد عن هذا الشخص. في حلقة في اليوتيوب كانت على موضوع التخاطر، عندي في حسابي على اليوتيوب، راح احط لكم اياها على سناب شات، ما اعرف وينها بالضبط الان بس بحط لكم اياها ان شاء الله. وفي اختبار للتخاطر، الناس عندهم قدرات مختلفة في قدرتهم على الاتصال مع الأشياء والأشخاص والطاقات. الأشخاص يعني مثلا أنت الآن تحضر إنستغرام لايف، بعدين تقول والله هذه سمية شخص جيد، إحساسك كذا يقولك، أو يقول لا والله هذه تنصب، هذه نصابة. فهذا هو إحساسك أنك أنت التقطت هذا الشيء، التقطته يمكن من عندي، التقطته من كلام الناس، من جموع الناس، بس أنك أنت التقطت شيء، التقطت هذا الشيء مو من جواتك. أحيانا الالتقاط يكون من الأشياء، وهذا أقل شوي، يعني جمادات، أنها مثلا هذا الشيء بيخرب، هذا الشيء بيصير لك. أحيانا من الطاقات، أنه إحنا عندنا قدرة على الالتقاط من المستقبل، من طاقة المستقبل، أنه هذا شيء بيصير، هذا شيء ما راح يصير، هذا الحدث الجيد بيصير، هذا الحدث ما راح يصير. هذا في ناس تلتقط، في ناس ما تلتقط، في ناس بالنص، أحياناً أحياناً لا. وهذول اللي بالنص أحياناً يلتقطون السلبي، يقول كذا في مصيبة يعرفها، بس أي شيء جيد ما يعرفه، بيصير حادث، في أحد بيموت، أي مصيبة عنده خبر بس ما عنده خبر عن أي شيء جيد. وفي أشخاص هم ما يقدرون، يعني قدرتهم هذه محدودة، وفي أشخاص قدرتهم واسعة، يعني قدرته محدودة إنه هو بس لنفسه، يعني يقدر يقول أنا بنجح، أنا برسم لنفسه هو. وفي أشخاص لا عندهم قدرات ممتدة، إنه يقول بتصير حرب في الدولة الفلانية، فهو يقدر يعني يلتقط شيء أبعد. السؤال الآن يا فاطمة، إنه أنت مثلا خلينا نقول إنه عندي فلوس والناس قاعدين يقولوا لي لا تصرفين فلوس، وأنا أبغى أصرف الفلوس، وأنا أفكر إنه أنا يوم من الأيام بصير غنية، إنه أنت هل اختبرتي هذا الإحساس، ولا أنت بتنتظرين لما تفلسين، ولا لما تصيرين غنية بعدين يقولين شفتوا، أو هم يقولون شفتي طيرتي فلوسك؟ فأنت الآن اختبري إحساسك عشان تعرفين، أو التقاطك عشان تعرفين هل أنت شاطرة ولا مش شاطرة،
يعني أعطي تخمينات، يمكن مباراة، يمكن أحداث عندكم في الحياة قاعدة تصير. مثلا خلينا نقول مثلا إيش توقعاتك، مين بيتزوج هذه السنة في عائلتكم، مين بيتزوج، إيش توقعاتك، مين بيحمل وبيولد من السيدات في عائلتكم، إيش توقعاتك، مين بيطلق هذه السنة في عائلتكم، إيش توقعات، وهكذا. اكتب كل هذه التوقعات على مدى طويل، على مدى قصير، لحظي، واختبريها وعطي نفسك نسبة. وبعدها أنت يا أما أنك تتبعين إحساسك، يا أما أنك ما تتبعين بس إحساسك، يا أما أنك تقولين لا أنا يعني 90% جبت العيد ما يصلح هذا الإحساس، أو أنه لا والله 90% أنا كنت صح، فأنا راح طوال الوقت ألقط وأسوي ألقط وأسوي. النقطة برضو مهمة يا فاطمة، ما أبغى أنه أنت يكون عندك مشادة بينك وبين الناس، أنه أنا أحس، هم يقولك لا لا تصرف فلوسك، أنا أحس. لأنه خلينا نفترض أنه 90% إحساسك صح، خلينا نفترض أنه أنت فعلا تلتقطين وأنه جيدة في هذا المجال، الناس راح يخربونك. أحب أبشرك للأسف في هذا الموضوع، لأنه الناس اللي ما تلتقط صعب تصدق، صعب تصدق، صعب. يمكن مثلا أمك أو أختك تقولين لها أنه أعتقد فلانة بتحمل تولد، بعدين بكرة يجيك خبر مثلا حمل وبعدها 9 شهور تولد. لو قلتي هذا الكلام راح يقولك لا ما عندك سالفة، تفكرين ها يمكن ما عندي سالفة، يمكن فعلا، خليني أراجع الفكرة، خليني أتأكد منها. فهذا الضغط وهذا الكلام المادي الخارجي راح يأثر على قوة الاتصال عندك، راح يخليه أضعف. فإذا أنت اختبرتي نفسك أولا، اثنين ثقة بنفسك، لا تناقشين الموضوع مع الناس، لا تقولين للناس أنا أحس أصلا، ما يحتاج تقولين لهم، ما يحتاج تقولين لهم، هذا فعلا شيء جميل وشخصي وما يحتاج تقولينه للناس، لأنك أنت أول شيء الناس ما يبغون في الغالب، الناس ما يبغون يعرفون. والشيء الثاني أنت تتضررين بشكل أو بآخر من أنك تقولين هذا الشيء. أتمنى أنه تكون رسالتي وصلت يا فاطمة. تبقين لنا سؤال؟ ما أعرف هذه اسمها مين؟ 3M مي؟ 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، كيف الحال دكتورة؟ حبيبة قلبي بخير وعافية. مين أنتي؟ مي؟ إي مي. حبيبتي شرفتيني، تفضلي يا مي. أنا حابة أسألك عن شيء عائلي، يعني أختي الأكبر مني دائما تقول لي هذه رسالة لازم تستوعبينها، هذه رسالة لازم تستوعبينها، بس أحس إن الرسالة كبيرة عني ما أقدر أستوعبها. أختي اللي أصغر مني دائما تغار مني، يعني دائما هي تحبني، أنا أدري إنها هي تحبني، بس أحس إنها تغار مني، تسوي لي مشاكل. يعني آخر مرة وصلت شيء حيل قوي لدرجة أنا ما قدرت إني أتكلم مدة 3 أيام. فالتكرار هذا قاعد تقول لي أختي هذه رسالة، افهميها افهميها، عرفي شلون تتعاملين معاها، لكن أنا ماني قادرة شلون أفهمها صراحة. فالحمد لله أنا معدلي دراسي جدا جميل، مو أجمل منها يعني، عادي أنا جميلة لكن مو أجمل منها، بس ما أدري ليش هي تغار مني أنا بالذات، مع أن في عندي خوات أكثر. بس هذا السؤال، وودي أعرف شنو الرسالة بالموضوع. أوكي. ممكن أسأل سؤال ثاني؟ تمي. سم الله عدوك. أبي أعرف
شنو يعني شلون ارفع استحقاقي، استحقاق نفسي؟ انا ما ادري شلون ارفع استحقاق نفسي، والرقم اذا تكرر لي اكثر من مره شنو يعني؟ اي رقم؟ رقم 3. انت حضرتي دوره الرسائل الكونيه؟ لا ما حضرتها. اوكي حبيبتي، ما يشرفتيني حبيبتي دكتوره، مشكوره يا حبيبتي، الله يحفظك، باي باي. مي تتكلم عن أختها وأنه يعني تشعر بالغيرة، والموضوع صار يتكرر وصار أكبر لدرجة أنها سوت شيء قوي أو صار لها ردة فعل جدا كبيرة وقوية، وأختها اللي أكبر منها تقول لها أكيد في رسالة في الموضوع، افهمي هذا الموضوع. وهذا يجرنا إلى فكرة أنه لو كان في عندنا شخص هو مجرم، إحنا إيش دخلنا فيه؟ أختك الآن، خلينا نأخذ أختك، كيف نشأ هذا الموضوع؟ في الغالب في نقطة مهمة لازم نعرفها، أنه اللي تربوا مع بعض في الغالب عندهم صفات مشتركة، والغيرة أبرز الصفات اللي غالباً تكون موجودة في كل العائلة، أو مش موجودة في كل عائلة، أو متوسطة في كل العائلة، لأن التربية واحدة. فيوم من الأيام لما كنتوا صغار، أمك أو مربية يمكن، أو أبوك أو أختك الكبيرة أو أخوك أو الشخص المسؤول، عمل مقارنة ظالمة بينك وبينها، وهذه المقارنة كانت في صالحك ذاك الوقت، لكنها مقارنة، وقد يكون درجتك في المعدل الدراسي بكونك انه انت يمكن شاطره او متفوقه يدل على انه انت دائما تبغين تفوزين، ففي احد اعطاك هذا الشيء انه انت رقم واحد، لا تشدين حيلك وتكونين نمبر 1. وهي كانت اقل، فكان ينقال لها انه اوه شوفي مي، او اوه مين 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 البنت الكويسه الشطوره اللي تخلص واجبها اول، فانت كنتي انت اللي تخلصين اول لانه عندك مهارات أفضل أو قدرات معينة، وهي كانت مسكينة يمكن ما تقدر. ما نعرف إيش الموقف بالضبط اللي صار، بس هو صار. ولو سألتي أمك أو أبوك أو أختك الكبيرة أو أخوك في الغالب راح يتذكر، لأن يعتبرونه موقف عادي سخيف مش مهم. لكن الآن أنت إيش دخلك إذا هي الآن هي عندها دور إنها هي تنظف هذا الألم اللي وصلها من الطفولة، انعكاس الطفولة اللي وصلها. الآن أنت إيش دخلك في الموضوع؟ دخلك انه انت ما زلتي تتاثرين وتحملين رده فعل لهذه الغيره. خليني بقول لك مثال. هذول اخوات كبار يعني طلعوا للسوق، وبعدين واحده شرت فستان احمر، الثانية عجبها الفستان الأحمر بس ما اشترته، قالت يعني أختي شرت فستان أحمر فما راح أشتري. فلما رجعوا للبيت يتناقشون عن الفستان الأحمر وكذا، فالثانية قالت أنا ترى ما شريته عشانك. فالأولى انصدمت، ليش ما شريتي عشاني؟ شو اللي يمنع؟ شو المشكلة؟ اشتري روحي واشتري الفستان، ما يضرني إنه أنت تلبسين الفستان الأحمر، ما يضرني انه انت تلبسين نفس ما انا البس، ما يضرني انه انت تاكلين نفس ما انا اكل، ما يضرني ابد ولا يؤثر علي ولا يعني ما يسيء لمشاعري. وهذا الشيء اللي هو قاعد يصير لك طوال الوقت بس انت مو منتبهت له، لان انت منافسه في العمق، انت منافسه، فما راح تسمحين لها انها تاخذ الفستان الاحمر، مو لانك غيرانه، لانك منافسه. في واحد غيران، في واحد تفوق،
المتفوق هذا اللي تفوق هو منافس فهو متفوق دائما، واللي غيران هو اضعف فهو طوال الوقت قاعد يغار 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 يغار. للاسف كل هذا تشكل في الطفوله، كل هذه انعكاسات الطفوله، واحنا بس قاعدين نشتغل في السوفت وير. فهذه رسالتك انك انت تفهمين، خلينا نقول انه متى يصح انه انت تستخدمين هذه المشاعر، متى تستخدمين المنافسه ومتى تنسحبين من الحلبه. ما اعتقد انه شيء جيد انه انت تدخلين منافسه مع زوجك، ما اعتقد انها، او انت تدخل منافسه مع زوجتك، ما اعتقد انها طريقه صحيحه. ما اعتقد انها طريقه عيش صحيحه انه تدخل منافسه مع اختك او اخوك، ما اعتقد. بس انا كذا هذه طريقتي في رؤيه الحياه الصحيه والجيده. ما اعتقد انه شيء صحي وصحيح انه انت تدخل منافسه مع امك او ابوك، ما اعتقد انها طريقه صحيحه. ما اعتقد انه انت تدخل منافسه مع اصدقائك، ما اعتقد. بس مثلا عندك بزنس، في بزنس ثاني تدخل منافسه، يس. الان تكون نقطه قوه، بس هناك تكون نقطه ضعف، انه انت تربك علاقه مهمه وطاقتها مهمه بالنسبه لك. فهذه رسالتك، انه انت تستخدمين المنافسه في، او نقطه القوه عندك في الوقت غير الصحيح، في الميدان الغير صحيح، في الطاقة اللي ما تحتاجها، في الطاقة اللي ما تحتاجها، ما تحتاجين انك انت تنافسين. انت كثير مهتمة بالرسائل، كنت اتمنى انك حضرتي دورة الرسائل الكونية، لان فيها رسائل الارقام، فيها رسائل المشاعر. كنت تسألين ليش انا بالذات، لانه هذا اللي صار وهذه رسالتها. كيف ارفع استحقاقي لذاتي؟ قد يكون عندك استحقاق بس انت ما تعرفين، بس يمكن انت لقطتي الكلمه وتسمعين ناس يكررونها ويرددونها، ويعني لازم تعرفين هل انت فعلا استحقاقك ناقص او قليل. دائما انا في الاستحقاق احب انه الواحد يركز على النقاط الايجابيه، هذا اول خطوه، انه انت تعرف نقاطك القويه الايجابيه وتركز عليها وتدعمها وتقوي، بعدين تاخذ نقطه سلبيه وتعالجها، يا اما تعالجها يا اما تتقبلها، يا اما انك يعني تعمل ديل معها، تسوي لها حل، تسوي لها يمكن بناء، نقدر نقول بناء قليل، او تقول والله خلاص اوكي انا عندي نقطه ضعف هذه وانا اتقبلها في حياتي وهي راح تكون معي طول حياتي وما تنقصني، هي نقطه ضعف اعترفت فيها بس ما تنقصني. طيب خلونا ناخذ معنا وقت، ناخذ سؤال سريع. ما عاد اقدر اخذ احد. ما قدرت اخذ اي شخص، يمكن في زحمه في الشات، ما اعرف ليش. مولي، اهلا وسهلا، قلبي حبيبي، وش اسمك؟ عارفين عليك. مولي، راح من عند صوت، تسمعون صوت؟ راح الصوت. ما في صوت.
يا حبيبتي ما نسمع. حطت سماعة ولا عاد نسمع. طيب يلا إذا في سؤال سريع من الشات، لأنه حتى مولي سمعت صوتها بعدين اختفى صوتها. أعتذر منك مولي حبيبتي، شكرا لمحاولتك. ما عاد في وقت ناخذ اتصال، إذا في سؤال من الشات قبل ما أسكر. كيف أزيد طاقة الجذب؟ الجذب موضوع من أسهل الموضوعات في الطاقة والوعي، يعني موضوع أصلاً حتى لا يستحقنا نتكلم عنه من شدة ما هو سهل، من شدة ما هو ركز اجذب أوكي دان انتهى الموضوع. الموضوع جداً بسيط جداً سهل، يحصل لكثير من الناس بشكل تلقائي طبيعي غير متكلف. الجذب جاءك وانت مولود كذا بشكل تلقائي، لكن لما احنا نكون مليانين بالكلاكيع واللخبطة، ولما يكون مكتبنا فوضى والملفات في كل مكان والغبار عليها وكل ملف مش في مكانه الصحيح، ما يشتغل. عشان كذا أنا أؤمن أنه أنت تتنظف وكل شيء يضبط. هذه هي طريقة الحياة بالنسبة لي، أنه أنت تتنظف وكل شيء يضبط، كل شيء يضبط. كثير من الأشخاص يقول لك والله في فلان مش نظيف أو مش عنده فوضى مشاعر ومع ذلك قدر يجذب، ليش إحنا ما نجذب؟ خليني أقول لك معلومة جدا مهمة، ما أحد أبدا 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 يقدر يقول لك على ترتيب المشاعر والأفكار اللي في الداخل غير الشخص نفسه، ما في أحد أبد أبدا. حتى لو حسيت إنه هو عصبي ولسانه طويل، طب يمكن ما عنده إلا بس الغضب، يمكن ما عنده إلا الغضب وهو عنده مشكلة معه، وكل المكتب مرتب وكل شيء منظم وأفكاره مرتبة ومشاعره مرتبة، بس عنده الغضب فهو بكل بساطة يجذب. لكن في واحدة تشوفونها مؤدبة وساكتة وهذه بس خوافة، عندها انعكاسات طفولة، أوه ملايين الانعكاسات كلها سوفت وير مضروب وخربان، كل الفوضى بداخلها، غيرة، تشويش في الهوية، وإلى ما لا نهاية من فوضى المشاعر، ما راح تجذب، طبعا ما راح تجذب. فالموضوع أنا دائما ما أحب أن نركز على الجذب لأنه موضوع جدا سهل. إيش رأيكم بكرة إن شاء الله عندنا بث، إيش رأيكم بقول لكم طريقة تمرين من تمارين الجذب، تمرين قوي ممتاز خطير فتاك، دائما أنا أستخدمه ودائما يشتغل، أوعدكم وعد إنه راح يشتغل مع كل شخص إذا كان منظف، أوعدكم إنه راح يشتغل مع كل شخص إذا كان منظف. انتظروني بكرة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، شرفتوني، شكرا لكل القلوب، شكرا لكل اللايكات، شكرا لكل الكلام الجميل، تصبحون على حب.